متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقاتنا المسائية هنا الشوط السابع واندفاعتي هذا الشوط مع سن البكار الثنايا هنا في هذه اللحظات واستكمال ما بعد التوقف بعد أداء فريضة صلاة العصر هنا هذا شوطنا السابع ونتابع وإياكم اندفاعتي هذه الأسماء المنطلقة وأول المندفعات والمنطلقات نشاهدها هنا العاديات الهجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن عقيل المري ولكن نرى التسلل هنا اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات ملمومة هنا لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري من يقدم لنا هنا ملمومة مع المقدمة في هذه اللحظات واندفعت على الصدارة المركز الثالث نشوف اللي وصلت هناك اللي هي روعة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري ولكن هذا التسلل من الجانب الأيمن هناك نتابع الحذرة لهجن الشحانية وبقيادة فران بن محمد بن قريع المري ولكن هذا التسلل من بروق لهجن الشحانية وبقيادة فران بن محمد بن قريع أيضا في هذه اللحظات شوف اللي تسللت ايضا وقادمة بدورها وقود هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع من يقدمها في هذه اللحظات باندفاعتها مع خامس المراكز هنا هذا النداء الاول للخمس المراكز الاولى وتبديل المراكز المستمر في هذا الشوط يدل على المنافسة الشيقة شوف هذه النقلات الممتازة من مخرجنا العزيز على ايضا هذه الاصايل وهذا الاداء المتميز هنا ونتابع واياكم اندفاعتي هذا السن سن الثنايا يا سلام نعود الى ملمومة على الصدارة منطلقة على المركز الاول يا سلام يا ملمومة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري من يقدمها في هذا الشوط المركز الثاني نتابع القدوم من العاديات لهجن الشحانية وبرفقة البرنس جار الله بن عقيل المري من يقدم لنا العاديات مع المركز الثاني المركز الثالث نرى القدوم من وقود لهجن الشحانية وبرفقة فران بن محمد بن قريع المري مع المركز الثالث المركز الرابع نشوف الوصول من بروق لهجن الشحانية وعند فران المركز الخامس نتابع القدوم هنا في هذه اللحظات مع المركز الخامس روعة هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري من يقدمها في هذا الشوط نتابع وإياك نتابع هذا الاندفاع ولكن ملمومة ما شاء الله تبارك الله على أدائها المتميز هنا في هذه اللحظات 4 كيلومترات متبقية على ملمومة هنا باندفاعتها في مقدمة الشوط ومنطلقة هنا مع هذا الاندفاع في مقدمة الشوط هجن الشحانية والمتابعة عند الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع ملمومة في هذا الشوط المركز الثاني العاديات على المركز الثاني منطلقة هجن الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل المري من يتابعها المركز الثالث نشوف القدوم هنا من وقود من تنطلق لهجن الشحانية وبرفقة الصامل فران بن محمد بن قريع من يتابع وقود اللي أيضا قادمة على المركز الثالث المركز الرابع روعة أو بروق هنا اللي قادمة روعة لهجن الشحانية وبرفقة الشبل جابر بن سالم بن فران المري المركز الخامس من الجانب الأيمن نتابع الحذرة لهجن الشحانية وعند فران بن محمد بن قريع من يتابعها في هذه الانطلاقة والاندفاع يا سلام شوفوا الاسم اللي وصل ميعاد لهجن الشحانية وبرفقة الذهبي سالم بن فران المري من يقدم لنا ميعاد في هذا
الشوط والعودة إلى المقدمة، العودة إلى ملمومة، ملمومة اللي على الصدارة مندفعة ومنطلقة في هذا الشوط مع انتصاف المسافة. انتصفت المسافة بافتتاحية ملمومة في هذا الشوط وانطلاقتها مع المركز الأول مع الصدارة. يا السلام يا السلام يا ملمومة المنطلقة في المقدمة، المندفعة لوحدها، منفردة بكادر لوحدها في مقدمة الشوط، منطلقة مع الصدارة. نتابع ملمومة لهجن الشحانية وبرفقة شبل جابر بن سالم بن فران المري. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط. المركز الثاني، شوف اللي تسللت على المركز الثاني، هنا وقود هجن الشحانية وفران بن محمد بن قريع المري من يقدم وقود في هذا الشوط. العاديات على المركز الثالث هنا لهجن الشحانية وبرفقة البرنس جار الله بن عقيل المري من يقدم العاديات على المركز الثالث. المركز الرابع، نشوف المركز الرابع الحذرة، الحذرة يا السلام يا السلام، هنا منطلقة الحذرة بشعار هجن الشحانية وبرفقة فران بن محمد بن قريع من يقدم لنا الحذرة مع المركز الرابع. المركز الخامس، هنا القدوم، هنا ميعاد، ميعاد يا السلام يا ميعاد، مندفعة بهذا الشعار هجن الشحانية وبرفقة الذهبي سالم بن فران المري. يا السلام يا ميعاد، ولكن شوفوا روعة، شوفوا روعة تعود مرة أخرى، تنتقل نقلة ممتازة إلى المركز الرابع مندفعة بشعارها لهجن الشحانية وبرفقة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. يا السلام يا سلام يا سلام، الله يا هذا الشوط، شاهدوا وتابعوا هذه الأسماء اللي بدأت بالظهور، أسماء شعارات قادمة لا محالة إلى المقدمة باندفاع ولا أروع، ولكن بنعود إلى هناك ملمومة اللي على المقدمة وعلى الصدارة منطلقة ومندفعة بهذا الشعار شعار هجن الشحانية وبرفقة الشبل جابر بن سالم بن فران المري من يقدمها في هذا الشوط منطلقة مع المقدمة. بينما المركز الثاني شوفوا وقود، وقود اللي بدأت تتسلل، بدأت هنا تنتقل نقلة ممتازة إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني وعينها على الصدارة، عينها على الصدارة. هنا وقود لهجن الشحانية والصامل فران بن محمد بن قريع المري. يا سلام يا سلام. المركز الثاني الثالث، نتابع هنا العاديات هجن الشحانية وبرفقة البرنس جار الله بن عقيل المري. شوف اللي أول ندى، أول ندى هنا في هذه اللحظات القادمة، كرة كرة قادمة مع المركز الرابع، أول ندى لها لهجن الشحانية عند المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، نشوف القدوم هنا في هذه اللحظات من الحذرة هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع، شوفوا هجن المرقاب وصلت بثنتين، الله يا هذا الشوط، هنا جفلة وجود. يا سلام يا سلام، شاهدوا وتابعوا، لكن بنعود إلى الصدارة إلى المقدمة. شوفوا المقدمة هنا، شوفوا ملمومة، ملمومة متمسكة بالصدارة مندفعة بالمقدمة في هذه اللحظات. إن سألتونا عن الموقع، 1200 على النهاية، على الناموس، على الفوز. يا سلام يا سلام، الله يا هذا الشوط، كوكبة جماعية، كوكبة جماعية، ولكن ملمومة هنا في المقدمة لهجن الشحانية مع المركز الأول، ولكن أشوف التسلل، أشوف التسلل من الجانب الأيمن، وهنا أيضا وقود هجن الشحانية وبرفقة فران بن محمد بن قريع المري. يا سلام يا سلام، شاهدوا وتابعوا، هناك من الجانب الأيمن ومن تنطلق في هذه اللحظات اللي اندفعت كرة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث هنا اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات أسراب لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن شوفوا اللي قادمة، أتعاب هجن الشحانية، ما شاء الله يا أتعاب، ما شاء الله تبارك الله، هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. شوفوا الحذرة، الحذرة لهجن الشحانية، الله يا هذا الشوط، يا هذا الشوط، شوفوا المقدمة، شوفوا التحدي والإثارة، الله يا هذا الشوط، الاندفاع مع صدارة هذا الشوط. أتعاب، أتعاب هجن الشحانية عند المشاغب محمد بن خالد العطية. الحذرة على المركز الثاني، الحذرة لهجن الشحانية عند فران بن قريع في المتابعة اللي قادمة. أيضا هناك أسراب هجن الشحانية عند المشاغب، لكن بنعود، بنعود إلى أتعاب، أتعاب، أتعاب على المركز الأول، أتعاب لهجن الشحانية، وعندك يا المشاغب محمد بن خالد
خالد العطية. الله يا تعاب 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 تعاب، تهانينا تهانينا لهجر الشحانية على فوز تعاب في هذه اللحظات مع المقدمة والمركز الأول، وأسراب تصل أسراب تصل عند الأمتار الأخيرة، ولكن تعاب 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 تعاب، تهانينا لهجر الشحانية على هذا الفوز وللمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني أسراب لهجن الشحانية، وأيضا عند المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث الحذرة هجن الشحانية عند فران. المركز الرابع المركز الرابع وقود هجن الشحانية عند فران. المركز الخامس المركز الخامس كرة عند هجن الشحانية وعند المشاغب في المتابعة. الله يا هذا الشوط، شاهدوا هذه المنافسة إلى الرمق الأخير، 9 دقائق توقيت أتعاب، 45 ثانية و 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا أتعاب في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت أسراب، 9 دقائق 45 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت الحذرة، 9 دقائق 45 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا الهجن الشحانية ولفاران بن محمد بن قريع المري. تهانينا والناموس للجميع.